الدين السياسي قاتل للتعددية. دائما بنقول إذا الدين الإسلامي موضوعنا، بنقول إنه الإسلام بيشجع التعددية، بيشجع التنوع إلى آخره، لكن لما بتحول الدين لأيديولوجية سياسية التعددية تقتل. يعني بصفي اللي بده يفكر من منظور علماني كافر، اللي بده يفكر من منظور ديني مختلف ذمي أو كافر. التكفير يعني أشبه بالتخوين السياسي، حتى أخطر من التخوين السياسي. مسألة كتير كتير عميقة. يعني أي واحد بده يطرح رأي مخالف أو رأي مختلف يتهم تماما بالكفر، وبيعملوا له الديليجيتمايزيشن، بيجردوا خطابه من المشروعية. التكفير مسألة كتير خطيرة وكتير مهمة في الخطاب الإسلامي، لكن لما تسيس بتقتل التعددية والاختلاف بالرأي بين الناس، أو 100% الحرية ضحية الأساسية للاختلاف. فبنصفي غير قادرين على التعبير عن أنفسنا، بنصفي غير قادرين على تقديم قراءات وآراء مختلفة لأشياء السلطة الدينية بتعتقد إنها الأمور فيها محسومة والأمور فيها واضحة أبيض وأسود. في حياتنا اليومية كلنا بنعرف إنه الأمور مش أبيض وأسود، في مساحات رمادية كتير واسعة، وهاي المساحات الرمادية اللي لازم تتنوع فيها الآراء وتتعدد حتى نقدر نعيش حياتنا بطريقة مسالمة. الحدية بالفصل بين الأبيض والأسود، الصح والغلط والحرام والحلال، مش الحل الصحيح لواقعنا اليوم.